تولي الدولة المصرية اهتماما عظيما بالاستثمار والمستثمرين، وفي ضوء ذلك عقدت ندوة جديدة لتدريب المحامي وكيل المستثمر في مقر الهيئة العامة للاستثمار بحي السفارات مدينة نصر، تنفيذا للبروتوكول الموقع بين الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين. باعتبار انه النقيب كان مهتم بدور النقابة في دفع عجلة الاقتصاد وتعظيم فوائد الاستثمار في مصر، لأنه تعظيم فوائد الاستثمار في مصر بيعود بالنفع على المحامين في العمل، سواء كان شركات أو أفراد، أيا كان شكل ممارسة المحامي. وفي الإطار ده كان التركيز والحرص على الدفع وعرض المبادرة على الوزيرة اللي استجابت بسرعة، ودي الدورة الـ 18 بندشن هذه الدورة وهذه وتلك الدفعة في إطار مجموعة الدورات أو سلسلة الدورات التدريبية التمهيدية التعريفية بمجالات عمل الاستثمار ودور المحامي فيها. بدأنا في صلاح سالم بحضور الوزيرة وبحضور النقيب. النقابة بتساعد محامين الهيئة وباحثين الهيئة داخل الهيئة على مستوى أعتقد 9 فروع في مصر. بنعمل عملية نقل خبرات من خلال خبرة، البعض منهم محامين أكاديميين أو محامين خبرة في مجالات مثلا البورصة والتحكيم والإغراق الدولي واللغة الأجنبية والترجمة بالصيغة الأجنبية. كل ده احنا قدرنا بنوفره لمحامين الهيئة وباحثين الهيئة. وفي نفس الإطار قلنا لا، زمايلنا المحامي الحر أو مكتب المحاماة اللي مش قريب من هيئة الاستثمار وشغل الاستثمار، احنا هنحط بشكل أساسي في البروتوكول ان احنا هناخد اكتر من مستوى. مستوى اول تعريفي بالاستثمار والتأسيس الالكتروني وكل ما يتعلق بدور المحامين داخل هيئة الاستثمار من اول ما بيبدأ المشروع لغاية لما بتصفى المشروع. شملت الندوة تعريفا بمركز خدمات المستثمرين وخطوات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص، كما رصدت كاميرا موقع نقابة المحامين آراء المتدربين عن الندوة كالتالي. النهاردة في المحاضرة وضحنا هي تعريف التراخيص، أهمية التراخيص، ايه دور التراخيص في حياتنا الشخصيه وازاي بتاثر في حياتنا الشخصيه الاول، عشان نعكس كل ده على حياه الشركات وازاي ان الشركه نفسها لازم تشتغل بتراخيص وايه المزايا اللي بتحصلها علشان لو حصلت على التراخيص والموافقات والتصاريح. وضحنا كمان تطور منظومه التراخيص في قانون الاستثمار بدايه من قانون 8 وقانون الاستثمار 72 لسنه 2017، والاجراءات اللي الهيئه العامه للاستثمار عملتها علشان تفعيل منظومه التراخيص، بدايه من ان احنا جبنا كل الجهات الممثله المتعلقه بالجهات الخارجيه لها تفويض كامل موجوده ممثله في الدور الرابع بمركز خدمات المستثمرين، واعدنا الادله ونشرناها على موقع الهيئه. كمان اعلنا عن تفعيل المنظومه وبدانا فعلا، ودلوقتي يعني عندنا اصدرنا خلال السنه اللي فاتت دي اكثر من 5000 ترخيص وموافقه وتصريح بمركز خدمات المستثمرين وفروع مختلفه. اي ندوه تثقيفيه بتزود المحامي، بتزود خبرات المحامي، بتزود بين معلومات المحامي المفروض يتزود ثقافته، المفروض يتعامل مع جميع الجهات. اكيد ده شيء كويس لاي محامي يقدر يتعامل مع هيئه الاستثمار، يبقى وكيل مستثمر، يقدر يتعامل مع المستثمرين، مع الهيئات التجاريه والهيئات العامه، لان المستثمر المفروض المحامي يبقى افقه واسع وقادر يتعامل مع اي جهه، فاكيد بتزود من ثقافه المحامي. الفكره ان اما باجي انا كمحامي انزل هيئه الاستثمار اجي اسجل مثلا شركه، انا مش عارفه اي حاجه، تمام؟ فما تيجي تديني النهارده دوره تمهيديه وافهم الدنيا، تمام، هتفرق معايا كتير فيما بعد. انا ببدا ان انا اخد دورات تانية تكمل الدوره ديت، وبقدر ان انا بعد كده اشتغل في هيئه الاستثمار واقدر ان انا يبقى ليا اسم فيها. والله هي ده يعني ندوه تمهيديه تعريفيه ممتازه جدا، موجود فيها مواضيع تهم اي محامي عايز يشتغل في مجال الاستثمار وتاسيس شركات، وازاي انه يقدر يوصل المستثمر لاقصر الطرق اللي ينشئ بها الشركات في مصر. فيها استفادة كتيرة قوي بالنسبة للنقط المتعلقة بإزاي أنت تخش وزارة الاستثمار أو هيئة الاستثمار وتبسط الإجراءات للمستثمر بحيث أنه يقلل الزمن بتاع تأسيس الشركة في مصر، وده يساعد طبعا في أن المجال الاستثمار في مصر يتحرك ويبقى أسرع. يعني
بصفة عامة الندوات والدورات اللي بتعملها نقابة المحامين تحت إشراف الأستاذ سامح عاشور والأستاذ عبد الجواد أحمد، بصفة عامة الندوات اللي بيحتاجها المحامي في عمله مهمة جدا لتكوينه المهني وتكوينه الثقافي، لأن أي محامي في الواقع بيبقى محتاج تدريبات ومحتاج المعرفة بالقوانين المختلفة اللي هي بتبقى جديدة واللي بيتم تحديثها باستمرار. بالنسبة بقى للدورة وموضوع دورتنا النهاردة في وكيل الاستثمار، فدي دورة من ضمن الدورات المهمة جدا 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 للتعامل مع هيئة الاستثمار